كان الباند اسمه ايه؟ على ورق. على ورق. احنا من اسكندريه وكده، فابتدينا نشتغل، قعدنا نشتغل فتره يعني 4 5 شهور اعداد للموضوع. وكل واحد بقى بيحط لمسه، يعني لو بنكتب كلام كل واحد بيحط لمسه، انت فاهم، في اللحن، في التوزيع الموسيقي كده. لغايه ما اول حفله عملناها كانت في مسرح عبد المنعم جابر. تمام. فاول حفله بقى مش عارفين بقى رد فعل الناس، بس احنا عشان صحاب قوي فمش خايفين، عشان حاسين احنا مع بعض. فطلعنا بقى يعني كانت كل اهالينا موجوده، واهالينا طبعا عايزين يشوفوا انتوا بقى سايبين المذاكره والامتحانات، هنشوف بتعملوا ايه بقى، عايزين تعملوا ايه كل ده. امتحان مش زي اي امتحان، يعني انت واقف خلاص، انت قدام امتحان قوي يعني. بالظبط. فانا خايف اصلا ان انا ما تطلع حفله وحشه، عشان لما اروح البيت ما اخدش تهزيق. انت فاهمني، ده اللي في بالك وقتها. فانا كل همي كده اللي هو يا ربنا يستر. فطلعنا ما كناش مصدقين، الناس كانت طايره بينا، لان المواضيع كانت اجتماعيه، بتتكلم عن الوظائف والشغل، الحياه بتاعتنا. طب انت فاكر حاجه منها تسمعها لنا؟ اكيد اكيد، يلا بينا. بس احنا برنامج شباب اجتماعي برضو يعني. اكيد. انا هغني لك حاجه اسمها حكايه واقعيه. تمام. مرت عليك وكمان عليا، لما تحس انك لوحدك وانك وحيد في الدنيا دي، وانك كئيب ومربي دقنك، نفسك في حل عشان مشاكلك، تسأل سؤال وتقول لنفسك ممكن في يوم الدنيا تضحك، ممكن في يوم الدنيا تضحك، الدنيا تضحك. حواليك دوت والخلق ضيق، ومعيشة صعبة وحالي زهق، حتى الشهادة ما بقتش تفرق، والوسطة هي أهم مبدأ، عاوز وظيفة وأي شقة، إن شاء الله أوضة وحتى عشة، صدقني حالك هو حالي، هديك نصيحة ودي الأخوة، هديك نصيحة ودي الأخوة، ودي الأخوة. ودي الأخوة. اضحك للحياة عشان تضحك لك، عشان تضحك لها، بس كده. اضحك للحياة عشان تضحك لها. بالظبط يعني. يعني دي كانت أحسن رسالة كنا عايزين نوصلها للناس يعني. احنا كشباب أكيد بيجي وقت والحياة بقى قفلت في وشك ومربي دقنك وخلاص بقى أنت مكتئب. ضحكت لما رجعت طيب من ستار أكاديمي؟ ايه يعني ضحكت، افتكرت الاغنيه دي، يعني عايز اقول قد ايه يعني ضحكت للدنيا لما رجعت من ستار اكاديمي وكانت الدنيا مقفله شويه. والله انا عطول كنت بحاول. والاول لما نزلت المطار زي ما انت قلت، انا اول ما نزلت المطار كنت مصدوم، يعني هو مش عارف لا اضحك ولا اعيط ولا اعمل ايه. طيب انت فاهم ان هو انت في ناس بتجري وراك. انا هحكي لك موقف والله حصل لي. انا نزلت، الناس بجد بتحب، يعني بجد احنا شعب طيب، لما بنحب بنحب بجد. تمام. الناس بتجري، يعني الناس حاسه ان انا ابن بلدهم، بمثلهم، بيجروا ورايا عايزين يسلموا عليا،
ناس بقى كتير وانا طلعت اجري لو انا هتضرب انت فاهم اجري مش واخد على الموقف يعني مش فاهم فانا بجري ويعني من كتر الجري بقى ومتوتر وخايف انت فاهم فبجري فببص كده جنبي فلقيت لواء واقف قدامي فانا لقيته جاي كده ومكشر قلت هيلطشني بالقلم وهيقول لي انت ايه اللي انت عامله لنا ده لقيته جاي بي طبطب على كتفي بيقول لي انت شرفتنا يا مغربي فانا طبعا اللي هو بيقول لي قلت له انت بجد مش هتقول لي بطاقتك يعني ففرحان بقى ومش قادر اصدق وركبت مع اصحابي اقول لهم يا جماعه بجد اللي بيحصل ده بجد ولا دي كاميرا خفيه ولا ايه مش مصدق بص على حاجه فيك انا شايفها مغربي ده احساس شخصي يعني بس يعني ده انت حقيقي يعني لا مصدقك انت زي ما انت كده بجد حد حقيقي وده من احلى الحاجات اللي موجوده الحمد لله شكرا يعني. انت بقى الباند دلوقتي ايه موقفه يعني ممكن ترجع دلوقتي للباند ولا انت في خطط ثانيه يعني اقول لك حاجه البند ده يعني يعتبر مشروع عمري لانه في يعني صحابي واخواتي ناس انا متربي معاهم فالحاجه دي احنا نتمنى ان احنا نكملها للاخر لان دي بتجمعنا ويمكن بعد ما خلصنا الكليه انت عارف بعد ما الناس بتخلص كليه الشباب ممكن ما نشوفوش بعض تاني شغل كده فدي الحاجه الوحيده اللي هنضمن ان احنا نشوف بعض بيها وغير كده يعني حاجات يعني بجد حاجه بالنسبه لنا مش هتتكرر مواضيع لذيذه والناس بتيجي تتفرج على حاجه محترمه وحاجه هتفيدها وحاجه حاسه بيها فهتكمل مع باند بخلاف اي مشروع تاني هتعمله لنفسك بقى سواء هتكمل كسولو وارتست لوحدك وتظبط حياتك يعني ولا تعمل انا والله انا كنت اتمنى ان انا ربنا يكرمني في اي حاجه علشان اقدر اساعد صحابي واساعد نفسي فدي جت فرصه كويسه ربنا اكرمني الحمد لله فيعني عايز بقى اطلع انا واصحابي بس يعني مش بفكر في نفسي بس لا كلهم جامدين جدا كلهم يستاهلوا ان احنا نطلع كلهم مع بعض بس يعني مهما كانت الضغوط عليك يعني لا لسه طب يعني ده احنا قريناه يعني برضو الاخبار بدات تطلع انا وحتى يعني قريت تعليق من ناس بتشتغل معاك او يعني يعني ادمنز على الجروب بتاعك ان هو ما تصدقوش اي اخبار بتطلع على ان انت اوريدي مضيت مع الشركه الفلانيه او الفلانيه وخلاص بدات تتحضر في علم الفلاني انا لسه ما فيش اي حاجه حصلت انا خلص. لسه راجع من السفر بقى انا لسه في مرحله ان انا يعني فرحان ببيتنا وباكل بقى عارف انت اللي هو مش مصدق ان انا في البيت واهلي بقى واصحابي وعارف انت زيارات وكده وتليفونات تليفونات تليفونات ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر بجد الناس يعني انا فرحان بيهم اكتر ما هم فرحانين بيا بجد يعني ما شاء الله عليك فلسه ما بتفكرش دلوقتي خالص في شغل او في انا بحضر يعني ان شاء الله هشتغل على نفسي وانا مش بحب اتكلم يعني ان شاء الله هتلاقوني اعمل حاجه قريب ان شاء الله انت بتحضر حاجه لنفسك حد من بره نفسك يعني من جهه انت جايه معينه اكلمك ولا لسه ما حصلش لسه خالص لسه مفيش اي حاجه انت في حاجه معينه بتتمناها في حد معين نفسك تشتغل معاه حد يعني حد انت بتفكر بس حتى انت شخصيا تسعى تروح له ولا انت مستني خلاص انا كده الناس هم اللي هيكلموني ولا انت لسه مش كده والله انا ان شاء الله هسعى بس يعني انا هحاول اشتغل على نفسي بس لسه مش عارف لسه الخطوات مش ظاهره قدامي بس لسه هاخدها يعني ان شاء الله يعني في نيتك بس انت لسه مش عارف تبدا الطريق يعني منين لسه في الصدمه انت فاهم لسه عارف انت الاهل وكده لسه هبتدي اقعد بقى قاعده واشوف انا هخطط بقى تخطيط جدي طيب خليني عايز اعرف منك برضو محمد وانت داخل ستار اكاديمي وبعد لما طلعت من ستار اكاديمي سيبك بقى خلاص يعني احنا في واقع دلوقتي ان انت طلعت من الكومبيتيشن وان شاء الله هيبقى لك شغلك اللي بره ستار اكاديمي من غير ما تاخدها يعني واخد بالك بس ستار اكاديمي غيرت فيك ايه كفنان كمغني والله انا اقول لك حاجه انا هتكلم عن نفسي الاول انا شاب عادي جدا بسيط عندي 21 سنه بغني وعندي مهارة الغنى وبحب ألحن وألف أنت دارس الأول؟ لا يعني مش دارس ده كل ده موهبة كده يعني أنت عارف وأنت موهوب بتحاول تسعى في كذا طريق عشان ربنا يوفقك وكده فأنا قدمت في ستار أكاديمي وقبلت تمام طبعا يعني البروجرام محدش يقدر ينكر إنه بيدي شعبية كبيرة للإنسان ده وبيبرز موهبته تمام فهو يعني فادني كمان برضو في ان انا احتكيت بزمايلي من كل الدول العربيه انا اصلا عمري ما اتعاملت مع حد غير المصريين مثلا ما سافرتش ما اتعاملتش بره اخدت خبره في اللهجات وفي التعامل وكده انا صحيت بهدلت شويه قبل ما ابتديت افهم عليهم بس بجد يعني فادني بان انا اتشرفت بناس انا عرفتهم افخر ان انا عرفتهم بجد زي هيثم وسلطان وطهره ومهدي من الجزائر بجد
انا ربنا انا بحب قد ايه، وفرحت قد ايه لما في تليفونات مش قادر اقول لك قد ايه من الجزائر بتتصل.